السلام عليكم بنات وشراكم إن شاء الله بخير. فيديو لكم بخير وهذا الفيديو تلقاكم كامل مهنيين يا رب وقبل ما نبدأ محتوى تاع الفيديو نصلي كامل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اولا نرحب بكامل المشتركات اللي دخلوا جداد نقول لكم مرحبا بكم نورتوا القناه ما تنساوش الاشتراك واللايك والبارتاج كي يصلكم كل جديد وتعمل الفائده ومشتركات الحبوبات الوفيات خلاص نتوما وليتو مالين الدار نتوما اللي لازم ترحبوا بالمشتركات الجدد نقول لكم نحبكم بزاف ما تنساوش اللايك للفيديو والبارتاج وتعليقكم الحلوين وفرجه ممتعه للجميع امس الخفله قبل ان نبداو في لا فيديو يا كان صلو يوك فراسو الله صلى الله عليه وسلم سلمتك في لسه ثلاث أه ثم زوارو ثم سدينا غاسله من كنتي ثق فيديو جديد سان شي جديدين أه سدينا مرحبا يا سكوتو تم ترى ابوني دي لاشين أه مرات ابوني وتم ترى لايك كود البارطاج ما تقذ ما تقضي من سير دي لاشين تاع في عزيزي نو سير دي لاشين و تدينا لكم تيثو غنم مول مو البخام و تمكي لا قطعه هذا المستجديدي نكا و تدينا حمل لك تصطص و تمثل لايك لا فيديو يا و تمثل لا البارطاج و تمثل لي كومونتير و تي تنكوراجي توجور و تدينا نقفي لهنا كوتي ان شاء الله قيمه فيكم وصفتنا لنهار اليوم وصفه بزاف هايله سهله وسريعه والنتيجة بزاف هايله مقاديرها بسيطه بلا لحم بلا دجاج وبلا بلا اجبان وراح تجي بنينه نضل مباشره المقادير وطريقه التحضير بسم الله لا ريسيت انا باسي غي اون فيني دوتو ساتاس اي زيت او سي فرماجين فرد بزاف بنينه البطاطا تفقد شغل آه لخبيت شغل البيتزا البطاطا ما تفقد الله يبارك اذا آه راح ندير بيري بطاطا على شكل بيتزا بزاف بنينه اول حاجه عندي في المقادير فلفل الحلو الأخضر والاحمر آه عندي البصل طوماطيش معدنوس والبور او البوارو آه حيتهم كامل في في ديالي آه ما حيتهمش مليح درت لهم كميه من الزيت خليتهم يتقلوا على غرضهم درت لهم الملح فلفل كحل قزبر يابس مع شويه تاع الكمون خليتهم يتقلوا مليح هي سيغ داك السوفير نتكتو كي يخمر فيه مزوال سيغ الفصل سيغ فلفل الحلو زكوار في فلفل الحلو زيكزاو سيغ البوارو البوارو يمكن قنصو كني ثار الناس رومي الناس طرومي ماشي ثار الناس نغنكونيا شنو نظن طوماطيش المعدنوس راح سميتها زدرت نوك دو من بعد اللي خصنا غاسا زال نافاطون جايين نزيد على خصنا تقلون تجي خصنا ثقلون سلاق لنسن باقي سي البطاطا البطاطا كي سلقت دو غامان كوبنا كود الملح من بعد تقشرات اما ما حققت على غاس افرماج على على غاس تبوط الفرماج اللي يجي مني على غاس شط حفيف لي فيرشن شط الملح من بعد ثنخلطو الكليا كيف كتواليمت عندي هنايا بطاطا غليتها في الماء والملح من بعد رحيتها بهذاك اللي تعبز البطاطا درت لها كميه من من الجبن علبه تاع فرماج ريجيم حبه بيض آه ملح فلفل كحل خلطتهم مليح نزيد لها ملعقه تاع المارغرين انا هنايا راح لي المقطع كي درت لها الزبده نخلطهم مليح خاصني نخلطهم مليح هكا كي غتولي البطاطا هكا <hesitation> أه البطاطا هاكي لقات تزن في قروب وخا طاوها ما تزن في تتوغا إلاستيك تتوغا تستنجفا من اللاستيك، <hesitation> هاكيا، أه الوغ راه كنا نستهلهم شطح نزيدو زمور تقى نتزن تشكيت، <applause> ندهن المقي- المقله ديالي بالمرقارين دايما- دايما بالمرقارين ماشي بالزيت، نحط البطاطا ديالنا نمشيها على كامل نسطح تاع الب- تاع المقله. بعد ما نخلطو البطاطا ني وثلاث سن على المشويه كي على راس اوديا الا قتو جوج دو ديال استرنت مالي الزيت قطع الصنطيص مطاب نتا ما كنا صابو ديا دوك كي كي ديال المشويه البطاطا كي نخت من السوسه تاع المتش تاع السكر من بعد سن لاصوص ني سوفلا تنقع دوك دغني تفرجون بيتزا البطاطا اللي غتسوك لاصوص اللي ني... امن لاصوص نتاع الزيتات ومن بعد السفلى ثاني فغنس تاع الفرماج رابي سفلى ثاني فغنس تاع سيملي كل يوم كل يوم كنت بغات تستخدم اي خماسي مليت تملات السفلى باسكو سي غير الفرماج ما سي انت فرماج خروينا وها ثاني صدق هذوك كيكيا بعد سنه لي ملي تملات تنعزو في الكاز اصلا نحكمي الكاز بيان سي لا قاصي حمدي الكاز اصلا لا غومو بلي جيستام تاع رومو باش تبمم سفلى وبقاتوا راسي مليت ملي بعد ما سويتها مليح ندير لها اونفان فان درت لها بياض البيض دوما اذا عندكم جبن مبشور ديروا من الاحسن نحطها فوق النار النار تكون خفيفه نغطيها ضروري نغطيها باش باش تطيب من الفوق بعد ما طابت نخليها من الاحسن تبرد شويه جات بزاف بنينه الوغ لا لو كان لها شويه تاع اللحم المفروم تجي الله الله بصحتها هيك جد جات ما شاء الله ننصحكم تجربوها لانها بنينه هاتين البطاطا نعم اتفقت ولا استفاد هنين ده مليح مليح فقد سورتو لو كونست لا طح لا تقيم الله الله تنت ده فقد الشكيت لا البطاطا ني سو لا صوص نيا اذا هذا هو الشكل النهائي للبطاطا ديالنا نتمنى تعجبكم الان آه نروح نهضروا شويه على فوائد الشحيحه فتحة آه فتحت بنتي الكبيره الشحيحة تاعها اللي بديت تجمع فيها من ثلاث اشهر نروح نشوفوا شحال لقات واش رات بهم اذا آه كيفاش ندير باش نجمع دراهمي ولا كيفاش ندير باش نشري اللي كان في بالي مثلا اللي آه تكون بنت عازبه حابه مكياج حابه كسوه لا فيست حب شيشوار كل وحدة تشري اللي كان في بالها او مرة حب ماشينا حب روبو حب طنجرة لاسبيراتور كل واحدة وطموحات تاعها المهم اللي حب حاجة لصم تاعها شوية غالية ما تقدرش تشري دفعة واحدة فلازم توفر باش تشري الحاجة نحب دايما نستعمل الحصالة او شحيحة هذو لي <applause> سطور نروح توالي مثال لاكيس سنقارنو كل يوم شفيحة شو ل شو الفايدة غي السا أم كي زمرضا داغض الحاجة ماثي لي غلاي توس زمرضا تي داغضا في ذيك التي تخفزا في ذيك الت أم كي داغضا تجم تجمع تشطح شطحة ما توصل توصل الحاجة نيا سوا تقرر ثما فين ما تفغى الماكياج تفغى لافيس تفغى الحاجة في داغو تزميرالا نحسن توت فغا روبو فغا تماشي فغا كل يوم شو شو فغا كيدا هذا فهم في يدي هي على ثلاث جماعة غرصة ثلاثة وقورنية كيا ثلاثة اللي غنزرع شحال هاكا فدا خليص وقت دينا غنشدو غيسن وقت دينا غنمك الجماعة فدا خليص البنات الفيديو خلاص هنايا بصح نوعدكم في الفيديو الجاي راح نشرح لكم تجربه تفرح الصاله وفوائدها نسيت نشرح لكم في هذا الفيديو بزاف جا بزاف طويل بصح الفيديو الجاي ان شاء الله نوري لكم شحال بنتي في هذه الحصاله وفي ظرف ثلاث اشهر واش شرات واش شرات بهم وكيف جمعت هذه المبلغ بصح قبل هذا حبيت اللايك تاعكم باش نعرف اذا الفكره عجبتكم لحقنا الى نهايه الفيديو ما تنساوش اللايك للفيديو والبارطاج مع الاصدقاء نتلاقاو في فيديو جديد عن قريب مع السلامه <applause>